السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة عبير عامر. الخبر معانا النهاردة، تستعد وزارة التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة بعد 13 يوم من الآن، وهي بتواجه رسالتين مهمين للطلبة والطالبات تشجيعا من الوزارة للطلبة عشان يكملوا مراجعتهم النهائية. الرسالة الأولى إن هيبقى في مراجعة لمادة اللغة العربية يوم الأحد 27 يونيو الساعة 7 مساء، على عبارة عن بث مباشر. المراجعة دي هتتم في بث مباشر على صفحة الوزارة الرسمية. الرسالة الثانية، هيبقى في مراجعات في جميع المواد، مراجعات نهائية على قناة مدرستنا 2، وفي كل المواد إن شاء الله، والوزارة هتبقى تنزل المواعيد بالتوالي. والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نزل الرسائل دي على صفحته الشخصية، وكمان هينزل رابط البث المباشر على برضو صفحته الشخصية. يا رب النجاح والفلاح لجميع الطلبة والطالبات.